السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم معايا في هذه الفيديو. هذه الفيديو غادي نوريكم الطريقه كيفاش تصوبوا روبيكس كوب. دونك بالنسبه للطريقه فهي طريقه ديال المبتدئين، فيها مراحل وتبعوا معايا هذه المراحل باش توصلوا للنتيجه النهائيه. دونك اذا قدر الله غلطتوا في شي مرحله دونك ما عليكم الا تعاودوا من الاول. دونك نبداو على بركه الله. بالنسبه للمرحله الاولى الوغ كنديرو علامات زائد، دونك غادي نعزلو اللون الابيض. يمكننا نعزلو بيان سور اي لون بغينا، ولكن حنا ناخدو اللون الابيض دونك ونديرو علامات زائد هنايا. كما كتشوفو هنايا خص هاد الجهة تكون بيضاء وهاد الجهة كذلك تكون بيضاء، علامات زائد. دونك هنايا ما فيها حتى شي حاجة اللي غادي نشرحوها. دونك تنقلبو على اللون الابيض، وتنحاولو نديرو علامات زائد. اذا كيف ما كتشوفوا فاحنا قمنا بعلامه زائد. دونك ماشي مشكل الا كانت هذه لون ابيض او لا شيء لون واحد اخر، دونك ما كاين حتى شي اشكال. المهم هو اننا حصلنا على علامه ديال زائد باللون الابيض. بعد المرحله الاولى ديال الزائد نمروا الان للمرحله الثانيه. لالوغ المرحله الثانيه خاصنا نحصلوا على كاع لي فاس من نفس اللون بالنسبه لهاد لي دو كوب هادو. يعني خص يكون عندي هنايا برتقالي برتقالي، احمر احمر، ازرق ازرق، واخضر اخضر. كيفاش غادي نحصلوا على هاد لي فاس هادو من نفس اللون؟ غادي ندورو الروبيكس كوب ديالنا على اساس نلقاو دو فاس. مثلا عندنا هنايا احمر، نمشيو نقلبو على الاحمر ديالو بحال هكا، وبيان سور هاد العلامات الزائد راه ما غنخسروهاش. دونك فوالا هان لقيت احمر احمر، ازرق اخضر، خصني نلقى مينيموم جوج. دونك لقيت غير واحد، نعاود ندور روبيكس كوب ديالي تلقى جوج. نجربو البرتقالي، الوغ البرتقالي كيعطيني جوج ديال لي فاس وجوج كاع ما مقادين. دونك البرتقالي كيعطيني جوج ديال لي فاس، سي بون. دابا كيفاش غادي نقادو لي زوطخ فاس؟ الوغ كناخد روبيكس كوب ديالي على هاد الشكل هذا، يعني اون فاس معايا جهة ما مقاداش وعلى اليمين ديالي جهة مقاده، وبيان سور لتحت كذلك جهه مقاده. دونك كناخد الروبيكس ديالي الروبيكس كوب ديالي بحال هكا وكنتبع هاد المراحل هادو. دونك الاتجاه ها هو باين فين غادي ندور، وبيان سور واش اليمين ولا اليسار ولا الفوق ولا لتحت كذلك من الجهه ديال السهم. دونك نبداو على بركه الله. فوالا دونك كيما كتلاحظوا معانا اخضر اخضر، برتقالي برتقالي، ازرق ازرق، احمر احمر. دونك ربعه لي فاس ديالنا تقادوا. دونك هذه كانت المرحله الثانيه. في المرحله الثانيه يقدر انكم اللي تجيو تقادوا لي فاس ديالكم تحصلوا على جوج ديال لي فاس مقادين، ولكن ما غيجيكمش واحد حدا واحد، غيجيكم واحد اون فاس مع الاخر. دونك بالنسبه لهاد الحاله هادي كنقومو بنفس العمليه، غير هو هادي كنعاودوها جوج ديال المرات. نوريكم هنايا مثال. مثلا هنايا عندنا جوج بلايص من نفس الجهه، نعتبروا ان هاد الجهه هادي ما مقاداش وهادي كذلك كاع ما مقاده. دونك كنشدو لو روبيكس كوب بان فاس ديالنا الجهه اللي مقاده، وبيان سور لتحت كذلك جهة مقادة كذلك، وتنقوموا بهذه العملية هذه المرة الأولى.
Voilà. ودابا غادي ندورو على اساس باش نحصل على جوج جهات اللي وحده حدا وحده، ماشي وحده اون فاس مع الاخرى. دونك مثلا غادي ندور هكا، برتقالي برتقالي ما عطاتناش، نجربو اخضر مثلا ما عطاتناش، ازرق فوالا. دونك ازرق كتعطينا الزرق والاحمر. تنقادو عاوتاني روبيكس كوب ديالنا كيما وريتكم في الاول ديال المرحله الثانيه. راه على اليمين ديالنا الجهه اللي مقاده، وان فاس معانا جهه كاع ما مقاده، اي بيان سور تحت منا جهه مقاده. اوكي، وتنعاودو نقومو بهاد العمليه. كما كتلاحظوا فاحنا حصلنا على كاع لي فاس من نفس اللون، احمر احمر، ازرق ازرق، برتقالي برتقالي، وهذا ما كان. الان غادي نمروا المرحله الثالثه. بالنسبه للمرحله الثالثه، الهدف منها هو اننا نقادو هاد لافاس هادي، يعني هاد لافاس هادي اللي كنا درنا فيها الزائد تولي كاملة من نفس اللون. دونك الطريقة شناهي؟ اولا غادي نمشيو نقلبو في هاد الجهة السفلى، هاد الجهة التحتانية، واش عندنا شي 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 كوب من اللون الابيض على اساس اننا نطلعوه للفوق. مثلا الوغ كنجيو لهاد الشيء هادي، تلقاو عندنا هاد لو بتي كوب هذا، وعندنا هاد لو بتي كوب هذا، عندنا جوج. هاد الكوب هذا نشوفو اللون ديالو، الوغ فيه ازرق والبرتقالي، وبيان سور الابيض اللي خصو يطلع لنا للفوق، ولكن ميمكنناش نطلعوه في اي جهه، يعني راه كل كوب الا وعندو الجهه ديالو، حيت هاد البلاصة فيها اللون الأحمر والأزرق، يعني لو كوب لي خصو يكون هنا خصو يكون فيه بيض أحمر أزرق. أوكي، و الكوب لي خصو يكون هنا خصو يكون برتقالي وأخضر وأبيض بيان سور، و الكوب لي خصو يكون هنا دونك أخضر أحمر أصفر، هنايا وي أحمر أزرق. دونك نشوفو هاد الكوب هذا، هاد الكوب هذا فيه اللون الازرق و البرتقالي. الو نقلبو هنايا الازرق والبرتقالي، الو الازرق والبرتقالي او مدى هنايا ازرق برتقالي. الو نقلبو حنا على الكوب ديالنا ونحطوه تحت الجهه اللي خصو يكون فيها، ها هو ده. دونك ازرق برتقالي ابيض، دونك هو هذا الكوب ديالنا اللي خصو يكون هنايا، يعني خصو يكون في هذه البلاصه هذه اللي فيها الازرق والبرتقالي. دونك غادي نتبعوا هذه الطريقه هذه، غنبقاو نعاودوا هذه الطريقه هذه حتى يبان لينا لو كوب طلع للفوق. اوكي، دونك نبداو على بركه الله. دونك كنشدو لو كوب ديالنا بحال هكا، ستادير اون فاس معانا الجهه اللي لتحت ديالها فيها لو بيتي كوب اللي بغينا نطلعو للفوق. دونك كنشدو لو كوب ديالنا بحال هكا، الوغ لافاس البيضاء راه بقات لهاد الشيء، وغادي نقومو بهاد العملية هادي. دونك ها هو لو كوب ديالنا اللي بغينا نطلعو للفوق، اب 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 اي اب. كيما لاحظتو ها هو دا طلع، ولكن ما تقدش حيت خص هاد لافاس هادي هي اللي تجينا الفوق. غادي نعاود نقومو بنفس العمليه، مازال ما تقدش، دونك نعاودو بنفس العمليه حتى يتقاد. فوالا، دونك كيما كتلاحظو
ها هو ده تقد. دونك بالنسبه لهاد الشيء هادي فهي مقاده. دونك ليموني برتقالي برتقالي ازرق ازرق. ندوزو الان لشي كوب واحد اخر مثلا هذا اللي فيه الازرق هو الاحمر. هذا المكان ديالو خصو يكون هنايا. اوكي دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نحركو هاد الشيء السفلى على اساس باش يجي في البلاصه اللي خصو يطلع ليها. دونك حنا جبناه في المكان ديالو بيان سور. هذا خصو يطلع الفوق، هانت احمر ازرق ابيض، دونك هذا خصو يكون الفوق. وغادي نقومو بهاد العمليه هادي. قمنا بها المره الاولى ها هو طلع، ولكن خصنا بيان سور البيض يبان لينا هنا. غادي نعاودو نقومو بها مره ثانيه حتى يتقاد. مازال ما تقادش، نعاودوها. فوالا دونك كيما لاحظتوا ها هو ها هو تقاد، وهي لافاس بدات تتقاد لينا حتى هي. غنمشيو نقلبو دابا على لو كوب اللي فيه البيض باش نطلعوه لبلاصتو. كيما كتلاحظوا ها هو دا فيه اخضر و البرتقالي. نقلبوا ليه على بلاصتو اخضر البرتقالي، يعني في هاد الجهه هادي. دونك ها هو المكان ديالو. دونك هذا خصو يطلع لنا الفوق اخضر برتقالي. فوالا دونك نقومو بهاد الطريقه هادي. اوب مازال ما قطعش، غنبقاو نعاودوها حتى يطلع لينا ويبان لنا لو كوب ديالنا تقاد. فوالا دونك ها هو تقاد. دونك قات لينا جهه وحده. نقلبو لتحت على لو كوب اللي خصو يجي هنايا. دونك اوتوماتيكمون سي لو سول كوب اللي بقى، بقى لنا غير كوب واحد. دونك تنديوه للجهه اللي خصو يطلع ليها. دونك برتقالي برتقالي اخضر برتقالي اخضر. الو برتقالي اخضر هي هاد الجهه هادي. دونك هذا راه ماشي في بلاصتو، حتو اخضر احمر دونك ماشي هادي بلاصتو. دونك هادي هذا هو اللي خصو يطلع هنايا. دونك كنديروه تحت الجهه اللي بغينا نطلعو ليها. دونك كنشدو الروبيكس كيوب ديالنا بحال هكا وتنقومو بالعمليه. فوالا ها هو طلع. جو بونس كو تقد. ها هو اخضر اخضر برتقالي برتقالي. دونك بقى لنا واحد بونس هو الاخير، غنديو للجهه ديالو. دونك احمر اخضر هذا هو المكان ديالو. دونك وهذا غادي نطلعو الفوق نفس الطريقه كذلك. الروبيكس كيوب ديالنا بحال هكا، وغادي نعاودو العمليه حتى يتقد. فوالا الو كيما كتلاحظوا معنا احنا طلعناهم كاملين، ولا فاس البيضاء هي تقدات. اي اون ميم طون السطر الاول دونك لا بروميير لين من الفوق كذلك تقدات، ازرق احمر اخضر برتقالي. اي لا فاس ديالنا البيضاء تقدات. دونك هذا كان بالنسبه ل المرحلة الثالثة. نمر الآن للمرحلة الرابعة. بالنسبة للهدف من المرحلة الرابعة، في المرحلة الرابعة خصي يوليو عندنا لي دو لين دو ميم كولور، ستادير هنا أحمر وغادي نردو حتى هاد لا لين لا دوزيام لين حمرا. أخضر أخضر برتقالي برتقالي و أزرق ازرق. دونك كما كتلاحظوا معنا في الروبيكس كوب ديالنا غادي نحاولوا نقلبوا على حرف تي مقلوب على هذا الشكل هذا. دونك غادي نقلبوا الروبيكس كوب ديالنا بحال هكا. دونك وغادي نقلبوا على
حرف تي. دونك تحت منا لا كولور بلونش، دونك لا فاس البيضاء هي اللي تحت منا، وكناخذو الروبيكس ديالنا بحال هكا وتنقلبو على لا لتر تي. عندنا هنا اللون الاخضر، ها هو ده. الو كيما كتلاحظوا معنا، ها هي دي لا لتر تي مقلوبه حرف تي. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ دونك كنشدو الروبيكس كوب ديالنا بحال هكا. الو كيما كتشوفوا هاد الكوب هذا فيه الاحمر والاخضر، يعني غادي نشوفوا المكان ديالو واش خصو يكون هنا ولا خصو يكون هنا. الو كيما كتلاحظوا معايا هاد الجهه هادي فيها احمر وهاد الجهه هادي فيها البرتقالي، انا عندي هنا اخضر واحمر، يعني هاد لو كوب هذا فين خاصو يكون؟ خاصو يكون فهاد الجهه هادي. دونك هاد لو كوب هذا غيمشي اش من جهه؟ غادي يمشي لينا اليسار، حيت الا حطيناه في اليمين غيكون غلط. دونك هاد لو كوب هذا خاصو يمشي لنا اليسار. اوكي دونك كناخذو لو روبيكس كوب ديالنا بحال هكا و كنتبعوا الطريقه اللي غادي نحركوا بها هاد لو بيتي كوب هذا لهاد الجهه هادي. اوكي دونك لو تي اون فاس معانا وكنتبعوا هاد الطريقه هادي. دونك فوالا، بيان سور ما خصناش نغلطوا. الوغ هنايا عندنا اون روتاسيون كوم سا، voilà et une autre rotation. Voilà. Alors كيما كتلاحظوا لو كوب اللي كان عندنا هنا ها هو ولا دهنا احمر اخضر. مزيان دابا غادي نمشيو نقلبوا على لون اخر، نكملوا هاد الشيء ديال. الو مثلا اذا خدينا هاد الاخضر هذا، بون درنا لا لتر تي، ولكن المشكله فيه الاصفر، دونك ما يمكنلوش يجيني هنا، دونك هذا ما يمكنليش نجيبو انا هنايا. بالنسبة alors نمشيو نشوفو اون اوتر كولور، نشوفو مثلا البرتقالي. الوغ لاحظو مزيان البرتقالي ها هو حرف تي، في برتقالي وازرق. الوغ برتقالي وازرق، دونك هذا المكان ديالو فهو هنايا، حتى الجهة هادي اللي فيها الازرق. دونك هاد لو بيتي كوب هادو هذا المكان ديالو هنايا. دونك غادي نطبقو الطريقة ديال اليمين. دونك هاد لو كوب هذا غادي نديوه اليمين، دونك تنشدو دائما لا لتر تي مقلوبة اون فاس معانا و تنقومو بهاد الطريقة هادي. نحركو هدا هكا comme ça. Donc une rotation comme ça, ensuite comme ça et la dernière rotation comme ça. Alors كيما لاحظتوا لو كوب اللي كان عندنا هنا ها هو هبطنا لهنايا، دونك ها هو ولا برتقالي ازرق. نكملوا نشوفوا هذا. فوالا دونك ها هو حرف تي مقلوب. الو عندي هاد لو بيتي كوب هذا فيه اللون الاخضر، اللون الاخضر. دونك هاد اللون الاخضر فين هاد لو بيتي كوب هذا، دونك خاصو يكون هنايا باش يتبع اللون الاخضر. دونك هذا غنديو لهاد الجهه هادي، يعني الجهه ديال اليسار. دونك نطبقوا القاعدة ديال اليسار، دائما لو تي مقلوب اون فاس معانا، ونطبقو القاعدة ديالنا. فوالا اي اب فوالا. الو كيف ما لاحظتو ها هو لو كوب، لو بيتي كوب اللي كان عندنا هنا ها هو هبط لهاد الجهة هادي. غادي نكملو
دونك لا لتر تي وعندنا هنايا احمر ازرق دونك احمر ازرق دونك هاد لو بيتي كوب هذا خصنا نهبطوه لهنايا الجهه ديال ازرق يعني غادي نطبقوا القاعده ديال اليسار دونك ناخذو روبيكس كوب الروبيكس كوب حرف تي مقلوب اون فاس معنا و تنطبقوا القاعده فوالا دونك ها هو دينا لهاد الشيء هادي وكما كتلاحظوا احنا قدينا السطر الثاني لا دوزيام لين ها هي بنفس اللون دونك قدينا لا فاس الاولانيه قدينا السطر الاول ودابا قدينا السطر الثاني ندوزوا الان للمرحله الخامسه الو بالنسبه للمرحله الخامسه الو كيما شفتوا معنا في المرحله الاولى الو كنا بدينا درنا واحد علامه زائد باللون الابيض دابا الان في هذه المرحله هذه دونك بعد ما قدينا لا فاز الاولى بيضاء ولا بروميير لين ولا دوزيام لين دابا غادي نجيو وغادي نديرو علامه زائد باللون الاصفر دونك في هذه المرحله هذه غادي نديرو علامه زائد في هذه لافاز هذه باللون الاصفر دونك الطريقه فهي سهله راه كتاخذوا الجهه ديالكم اللي فيها اللون الاصفر دونك كطيحوا في ثلاثه ديال الحالات دونك الحاله الاولى اما كيكون عندكم كوب واحد الوسط اللي فيه اللون الاصفر دونك وتقوموا بهذه العمليه هذه ثلاثه ديال المرات الحاله الثانيه هو هذه الجهه كلها صفراء وتتقوموا بهذه العمليه هذه جوج ديال المرات الحاله الاخيره الوغ الحاله الاخيره هو كيكون عندنا بحال الشكل ديال الحرف ال مقلوب دونك حرف ال مقلوب ها هو دا دونك كندور لوبيكس كوب ديالي باش نطيح في نفس الشكل اللي عندي هنايا دونك كان بحال هكا دورت لهاد الشيء غير باش نطيح في نفس الشكل دونك كما كتلاحظوا هنايا عندي حرف ال مقلوب دونك في هذه الحاله هذه كنقوم بهذه العمليه هذه مره واحده اذا دونك بالنسبه لي انا غادي نقوم بها مره واحده حيت طحت في لو كا اللي فيه لو بيتي ال مقلوب دونك كنشد الروبيكس كوب ديالي بحال هكا دونك هاد الجهه الصفراء هانتوما شفتوها هي اللي فيها لو بيتي ال دونك اون فاس معايا الجهه اللي ما مقاداش ولكن لو بيتي ال ها هو دا و اون فاس معايا الجهه اللي ما مقاداش اوكي دونك اون فاس معايا الجهه اللي كاع ما مقاده و تنقوم بهاد العمليه هادي دونك نتبعو اوب 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 اي اوب فوالا دونك روبيكس ديالي راه ما خسرش وحصلت على علامه زائد دونك كنت طحت في هذا لوكا هذا غادي نعاود نقوم بنفس العمليه المره الثانيه وكنت طحت في لوكا الاولاني دونك رقمت بهذه العمليه هذه ثلاثه المرات على اساس باش نحصل على علامه زائد ونمروا الان للمرحله السادسه الوغ بالنسبه للمرحله السادسه فهي بحال المرحله الثانيه دونك والهدف هو اننا نحصلوا على جوج ديال لي كوب من نفس اللون من نفس الجهه من نفس لافاس مثلا ازرق ازرق خص يكون عندنا هنايا برتقالي برتقالي اخضر اخضر واحمر احمر دونك نفس الطريقه ديال المرحله الثانيه هو خصنا نقلبوا على جوج ديال لي فاس بحال دونك هنا عندنا احمر وهنايا عندنا ازرق ها هما دو جوج كنبقاو ندورو هذا على اساس نحصلوا على نفس الالوان
الوغ حصلنا الازرق وعلى الاحمر دونك شنو قلنا كنديرو في المرحله الثانيه الوغ كنشدو الروبيكس كوب ديالنا على اساس ان الجهه اللي مقاده تكون على اليمين ديالنا وبيان سور لتحت عندنا كذلك جهه مقاده وان فاس معنا الجهه اللي قامه مقاده وتنقومو بهذه العمليه هذه دونك اب 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 كما كتلاحظوا فالجهات ديالنا تقادوا دونك برتقالي برتقالي اخضر اخضر احمر احمر وازرق ازرق نمر الان للمرحله السابعه دونك في هذه المرحله هذه الهدف هو ان هاد لي بيتي كوب هادو يكونوا في البلايص ديالهم هاد لي كوب هادو اللي من جهه ديال اللون الاصفر مثلا الوغ هنايا كما كتلاحظوا معايا عندي الازرق ولكن عندي هنايا الاخضر دونك هاد لو كوب هذا ماشي في البلاصه ديالو نجيو لهنا مثلا عندي ازرق احمر دونك هاد لو كوب هذا ماشي في البلاصه ديالو ونجي لهنا عندي برتقالي اخضر كذلك ماشي في البلاصه ديالو و دونك هذا احمر اخضر دونك ماشي في البلاصه ديالو دونك عندي غير كوب واحد اللي في البلاصه ديالو كان ممكن ما لقى حتى شي واحد في البلاصه ديالو غادي نقوم بهذه العمليه هذه المره الاولى باش نقادو عاد غادي نزيد المره الثانيه دونك بالنسبه للحاله ديالي عندي كوب واحد اللي في المكان ديالو يعني كنهضر على الالوان ماشي معنيتها حتى كلشي يكون صفر نو تهضر غير على الالوان يعني يكون في المكان ديالو ومن بعد عاد ديك الساعه ندوز المرحله الثامنه باش غادي نقلبو دونك المرحله السابعه خص غير هاد لي بيتي كوان هادو هاد لي كوب هادو يكونوا في المكان ديالهم دونك تناخد لو كوب ديالي بحال هكا ستادير الجهه ديال الصفر كتبقى لهاد الشيء هادي اون فاس معايا لون من الالوان وبيان سور في الجهه اللي فيها انا هو اللي فيها لو كوب اللي مقاد بالنسبه لي انا عندي كوب واحد دونك وتنقوم بالعمليه فوالا دونك غادي نشوفو واش تقادو دونك كيما لاحظتو فهما كاع ما تقادو دونك مازال عندي لي كوان دونك مازال عندي دي كوان ماشي في الاماكن ديالهم دونك غادي نقوم بالعمليه المره الثانيه فوالا دونك قمت بها جوج ديال المرات دونك عاد باش تقاد ليا لو كوب ديالي الو كيما كتلاحظوا في الالوان فهي صحيحه دونك اصفر ازرق احمر دونك عندي ازرق عندي الاحمر وعندي الاصفر دونك هذا صحيح برتقالي ازرق برتقالي ازرق دونك هذا كذلك صحيح اخضر برتقالي اخضر برتقالي و احمر اخضر دونك احمر اخضر دونك هذا فيما يخص المرحله السابعه نمر الان المرحله الثامنه المرحله الثامنه والاخيره دونك في هذه المرحله هذه غادي نقادو هذه لافاس هذه هذه لافاس جون اي اوتوماتيكمون غنكونوا سالينا لو روبيكس كوب كامل دونك الهدف ديالنا في هذه المرحله هو هاد لي كوب اللي ما مقلوبينش غادي نقلبوهم بهاد الطريقه هذه دونك عندنا هاد لو كوب هذا وعندنا هاد لو كوب هذا دونك كنشدو لو روبيكس كوب اون فاس معنا لافاس اللي فيها لو كوب اللي بغينا نقلبو دونك تبقى على اليمين ديالنا دونك هاد لو كوب هذا هو اللي بغينا
نقلبو دونك ها هو اليمين ديالنا اون فاس معنا هاد لافاس هادي اي بيان سور هادي هادي هي صفراء وتنقومو بهاد الطريقه هادي تنبقاو نعاودو هاد الطريقه تيبان لينا كوم كوا لو كوب صفر طلع دونك تكلوا الله دونك ما تقدش نعاودوها voilà donc à haut donc est-ce qu'on dit le débat qu'on doit ouvrir le deuxième le deuxième l'exécuter le petit haut voilà donc à haut ou qu'on fait le dima le rubik's cube dit on a pas la cam mais on peut le déjà une fois qu'on a réussi le déjà mais on a tout le ou on commence l'opération à haut donc voilà 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 et voilà donc automatiquement il y a eu la tsfra hop là tenqaddou kima katlahtou maana ha wa le rubik's cube dialna mqad اخوان كنتمنى ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله الى اللقاء